فنبغيو بحضورك انت كاخصائيه نفسيه تربويه مع الدخول المدرسي، يعني عايشين هالصعوبه مع الوالدين بحكم التجربه ديالك، ففيدي الوالدين يعني بنصائح باش يتخلصوا ونحاولوا اننا نقصوا لهم من هالتوتر النفسي اللي للاسف الى كان تيشربوه حتى الاطفال. تماما، كيف قلتي بانه كيتسرب الاطفال، لان اي حاله ديال الام ام سعيده كتعطي اطفال سعداء، اب متوتر كيعطي اطفال متوترين، انه هو بحال قلتي سي كونتاجيو، يعني معادي كعادي فعلا، ايجابيه وسلبيه اي حاجه. تماما، يمكن نقول لك لسنا وهو انه التوتر والقلق، شكون فينا اللي ماشي متوتر؟ شكون فينا اللي ما يتقلقش؟ شكون فينا اللي ما تلقاش هذه الاخبار اللي هي في الميديا واللي هي في التلفزه واللي هي في العائلات ديالنا؟ انا كنتفهم هذا الشيء كله، هذا شيء طبيعي اننا يكون عندنا قلق وتوتر. اللي كنبغي نشير له وهي واحد المساله اللي هي ملي كيتوتر، ملي كيفوت التوتر لواحد الحد، وحنا كنعطيوه بحال كنطعموا هذه الافكار اللي هي سلبيه، كتعطينا افكار سلبيه، هذه الافكار ما غاديش نقراو هذه السنه، غادي تدوز سنه بيضاء، نقري وليداتي في البيت ديالي، وليداتي ما غيقراوش، دوك تيبقاو ديك الافكار كتكاثر لانها كتجي من عند القلق، لاننا بحال باننا كيوقع لنا واحد نتقوقع في وسط الانفس ديالنا، وكيوقع لنا واحد الضيق النفس. كاين اللي تيقول لك انا كنحس دابا بقلبي، كيجيونا امهات واباء كتقول لك انا كنحس بقلبي فيه ضيق، وكنحس براسي ما كنتنفسش مزيان، ما كنعش في الليل. هناك مراهقين اللي عملوا مشاكل في الامعاء ديالهم بحيث انهم ما تياكلوش لانهم متخوف على الدراسه ديالو، لان هادشي كله كيدوز في الاطفال ديالهم والمراهقين، بحيث انهم كنعيشوا في واحد القلق، واحد الهلع، واحد الخوف اللي هو تيكبر يوم عينه. خصنا اللي يمكن لينا نعرفوا هو انه هذا الخوف هذا منين تيجي؟ هو تيجينا من الدماغ اللاواعي، كيكون اللاواعي ديالنا دائما بحال تيبغي ينبهنا من الاخطار، تيبغي يقول لنا احنداكم راه غادي تمرضوا، راه غادي يوقع لكم مشاكل. اللي تيخصنا وهي واحد المساله اللي هي معروفه، واول نصيحه غادي نعطي، وهذه المساله راه سمعناها وعاودنا سمعناها ولكن ما كنبداوهاش فيها، وهو التنفس الصحيح. كيفاش انك تنفس؟ اول حاجه وهي انك تدخل الاكسجين بالانف ديالك وتدخله للدماغ، بحيث انه الاكسجين ما تصوروش كيفاش انه كيهدم الدماغ، لانه بحال كيسقي العروق اللي في الدماغ ديالنا، وبحاله كينزل حتى الامعاء، لانه الامعاء ديالنا، البطن ديالنا والدماغ ديالنا عنده علاقه. اي حاجه كنتفكروا فيها اللي هي كتوترنا كتاثرنا على الجانب اللي هو في البطن ديالنا. دونك التنفس، كتجلس واحد المكان وكتحاول انك تنفس بالمنخار ديالك، وانك تو انسبير اي تو اكسبير بالطريقه الصحيحه. دونك التنفس كنصح به الناس بزاف، بحيث باش لانه تيطرد هذوك الافكار السلبيه، وبحيث ان بعض الناس اللي ما تيتنفسوش مزيان كتبقى عندهم ضيق التنفس، مما كيؤدي بهم مرض السكري، كيؤدي بهم امراض ديال الضغط، وكاين اللي كيولي عنده مرض نفساني ديال الافكار السلبيه، كيبقاو ديك الافكار يكبروا حيث ما تتنفسش بطريقه سليمه. مهم جدا التنفس الافكار كتزيد تكبر. النقطه الثانيه اللي يمكن نقول لهم وهي تقبل هذاك الوضع اللي حنا فيه، نتقبلوا المشاعر ديالنا ونعيشوا معها كيف ما بغات تكون، بحيث اننا كناخذوا واحد الغوكول بحال كنرجعوا للوراء وكنتهدنوا وكنحاولوا نتعاملوا مع الوضع كيف ما هو. قبل راه كان عندنا ان كونفينمون، كان مشدود علينا في البيوت ديالنا، ودابا المسائل هي تطورات، طلبوا منا غير 15 يوم، كتولي كترجع باللور كتولي تشوف المسائل بطريقه مختلفة بطريقة أحسن، بحال كيف ما تقول لك تجلس وتصنت الأعضاء دماغك، ملي كتعطيه الأكسجين كيولي يفكر أكثر، وشنو غيوقع كاع؟ ما غاديش يوقع، شنو ممكن يوقع؟ بحال أنت الأفكار السلبية كتحاول تقول لها لا أنا إيجابية، كتحاول وكتعطيها بحال تمارين، لا هذيك الفكرة السلبية إيجابية. اليوم حنا في الدرك الصحي، اليوم الإدارة قررت أننا ما نقراوش، ولكن بعد غدا غادي تكون من دابا 15 يوم غادي نقراو، ما يمكنش نجلسوا بلا قراية، ولدي غيدوز سنة بيضاء، لا يمكن، ما يمكنش الدراسة تقبل، كاين الناس اللي أطور مختلفة غادي يقريونا وليداتنا. ألوغ النقطة الثالثة، كتب، هز ورقه وستيلو وكتب داكشي اللي كتحس به. انا الفلانفيه كنحس براسي بانني عندي ضغط، كنحس براسي مقلقه، وعلاش ومنين جاني هذا التوتر؟ ما كنعش مزيان، دوك غادي نتنفس وغدا شنو غادي ندير؟ شنو من المسائل اللي غنصحح؟ اكتب الافكار، الكتابه ما يمكنش نكتبوا هذوك المخاوف اللي كنحسوا بها. اسمح لي انا
نكتبوا كاع هذوك المخاوف اللي تنحسوا بها، يعني اي تماما يكون عندك واحد لاجندا وثقوا بيا بان هاد النصائح اللي كنعطيكم ماشي شفتها جربتها وكنتعامل بها، وبها كيمكن لينا نسيروا بزاف ديال المسائل، لان احنا انا كمسؤوله تربويه عندنا بزاف ديال المسائل اللي كيمكن لينا نسيروها، البيت ديالك، الاطر ديال التعليم، الاباء والتلاميذ، دونك هادشي كله تيخص يكون عندك واحد الدرايه، وهادشي ثقوا بيا انه في الخمسه الصباح ملي كتفيق كتكمل صلاه الفجر ديالك كتجبدي لاجندا ديالك، جبديها وثقوا بيا كتكتبي داكشي كله شنو عشتي، شنو وقع لك البارح، شنو المسائل اللي حسيتي بها في الذات ديالك، وشنو هما المسائل اللي غادي تحاولي تصحيها، وشنو غيوقع دون لو بيغ دي كا، دونك وكتلقاي واحد الراحه ما يمكنلكش فاش كتصور كترجعي تنعسي كتنعسي بطريقه عميقه، وسبحان الله كيفاش المسائل كتبدل. كل نصيحه اخرى تكلم مع نفسك، اللي تيقول لك لا 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 داك بوحدو كيهضر بوحدو، مزيان شدي عليك في واحد البيت، حيت كاين اللي تيقول لك انا ما تنبغيش نقرا، لا انا ما تنبغيش نتمشى، وسيدي تكلم مع راسك، غتشدي عليك في واحد البيت، اما كدير اون كاميرا اولا كتكلمي مع نفسك، سناء شنو عندك اليوم؟ كنحس كرشي كتحرقني، علاش؟ خليني نفكر، وي وقعت هادي وهادي وهادي، بون مزيان كنتقبل هذا الوضع هذا وغادي يدوز ان شاء الله، وشنو يمكن ليا ندير؟ وكتسامح نفسك. دائما تكون تحب نفسيتك، تكون عندك واحد التقبل انك انت كترضى واخا تغلط، لان احنا كلنا تنغلطوا وتيمكن لينا ندير واحد التصرف اللي هو لا شعوري لان نتيجه القلق. ملي كنعودوا الذهن ديالنا على هذا الشيء ثقوا بيا اننا كنكونوا احسن، وكنكونوا في واحد العقلانيه اللي هي جميله جدا، وكنكونوا في واحد الوعي دائم ان شاء الله.